اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. هيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده هيكون في انخفاض في درجات الحراره والطقس هيكون مائل للبروده على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وهيكون برد على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وسط سيناء، وهيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد. لكن بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كل الأنحاء. كمان النهاردة هيكون في شبورة مائية كثيفة الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء. قبل ما نصار درجات الحرارة مشاهدينا، خلونا نروح للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يعني يا دكتور، البلاد شهدت امبارح العديد من الظواهر الجوية، سواء لو بنتكلم عن رياح، سقوط أمطار، أو كمان اضطراب في الملاحة البحرية، فعايزين حضرتك تطمنينا أكتر عن حالة الجو النهاردة وكل الظواهر الجوية الثانية. بالفعل احنا لسه اليوم مستمرين في انخفاض درجات الحرارة. الطقس خلال فترة النهار بيكون بارد على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى شمال الصعيد. بيكون معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار. احنا العظمى اليوم هنلاقي فيها تحسن عن الامس، لكن لسه احساسنا بالطقس هيكون بارد. يعني احنا متوقعين درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تكون 17 درجة مئوية بارتفاع درجتين عن الامس. اما خلال ساعات الليل فالطقس طبعا هيظل شديد البروده على كافه مناطق الجمهوريه، لان الصغرى هتوصل لتسع درجات و10 درجات على القاهره الكبرى. هنلاحظ اليوم كمان اعتدال في سرعات الرياح، فده اللي بيزود يعني احساسنا بالتحسن النسبي في الاحوال الجويه، وبدوره طبعا هيؤدي لاعتدال حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط والبحر الاحمر عن الامس. يعني ارتفاع الامواج اليوم على البحر الاحمر هيكون ما بين 2 و3 متر، في بعض المناطق هتكون طبعا مؤهله لاعمال الصيد والملاحه البحريه. بالاضافه الى ان كمان فرص الامطار اليوم هتتلاشى على اغلب مناطق الجمهوريه، وهتعود تاني الظاهره المؤثره هي الشبوره المائيه في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل. وبالفعل كان اليوم في شبوره مائيه خفيفه على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، هي بتبدا في التلاشي سريعا مع سطوع اشعه الشمس لانها شبوره مائيه خفيفه. احنا طبعا متوقع من غدا تبدا تاني نحس بقى بالتحسن والاستقرار في الاحوال الجويه، تبدا درجات الحراره ترتفع ونحس بارتفاع درجات الحراره. متوقع غدا العظمى تكون على القاهره الكبرى 19 درجه مئويه، والارتفاع ده تدريجي، يعني مع الجمعه والسبت ان شاء الله درجات الحراره توصل ل 22 على القاهره الكبرى. بالاضافه الى هيبقى في اعتدال في سرعات الرياح كامل على كافه مناطق الجمهوريه، وهتكون الظاهره المؤثره فقط هي شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. النصيحه هنا المهمه والاساسيه هنا هو عدم تخفيف الملابس وعدم انخداع بالطقس خلال فتره النهار، لان مع دخول ساعات الليل الاجواء هتظل شديده البروده. بالاضافه الى ان احنا من منتصف الاسبوع القادم ان شاء الله هنرجع تاني في انخفاض درجات الحراره، فاحنا لسه مستمرين في الاجواء الشتويه خلال فتره النهار وخلال فتره الليل، لسه مستمرين في ارتداء الملابس الشتويه خلال فتره النهار وخلال فتره الليل. شكرا يا دكتور منار. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 19 والصغرى بتسجل 7، الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، مرسى مطروح العظمى 16 والصغرى 9، سيوة العظمى 16 والصغرى كمان 9، بورسعيد العظمى 16 والصغرى 10، دمياط العظمى 16 والصغرى 10، الإسماعيلية العظمى 16 والصغرى 8، السويس العظمى بتسجل 17 والصغرى بتسجل 9. هنروح للعريش العظمى فيها 15 والصغرى 7، سانت كاترين العظمى 13 والصغرى 1، طابق العظمى 18 والصغرى 13، شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 11، الغردقه العظمى 13 والصغرى 10، الفيوم العظمى 18 والصغرى 8، بني سويف العظمى 18 والصغرى 8، المنيا العظمى 18 والصغرى بتسجل 7.
هنروح لأسيوط العظمى فيها بتسجل 18 والصغرى 6، سوهاج العظمى 18 والصغرى 8، قنا العظمى 19 والصغرى 9، الأقصر العظمى 21 والصغرى 9، أسوان العظمى فيها 22 والصغرى 10، الوادي الجديد 21 والصغرى 8، شلاتين العظمى 22 والصغرى 13، وأخيرا حلايب العظمى 23 والصغرى بتسجل 14. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وجو معنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك ليندا.